الفاتحة. إياك ثم إلى روح آبائه وأخوانه صلوات الله وسلامه عليه تبينا وتابع التابعين سيدنا المقبل سيدنا وشهداء وصالحين وأولياء الأكوان كلهم أجمعين. ثم إلى روح الشيخ القادرية والنقشبندية وجماعة ساداتنا وحب العالمين ورسولنا وعظمة بين مجيد الأرواح آبائنا وأمهاتنا وسيد المسلمين المسلمات وأولادنا. الفاتحة. وبلادنا ومشيخي 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 وسلسلتي وبيتي ومولدي ومحبي ومعتقدي وأصولهم وفروعهم. الفاتحة. إياك اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. حب سيدنا محمد نور لبدر هدى متمم. قلبي يحن إلى محمد ما زال في وله متيم. ما لي حبيب سوى محمد خير الرسل طه المكرم. شوق المحب إلى محمد أضنى ثم به تألم. في الحشر شافعنا محمد منجي الخلائق من جهنم. ميلاد سيدنا محمد أم القرى بلد معظم. مدفن سيدنا محمد غيب القرى بلد مفخم.
أحيا الدجى زمنا محمد حتى اشتكت قدمه والرم لما على ودنا محمد مولاه سلم وكلم ندعوك أحمد يا محمد يا سيد الرسل المقدم اشفع إلى الله يا محمد يوم القيامة لنا ننعم نريد الشفاعة من محمد لو كنا نرتكب محرم ملجأ ملجأنا محمد يوم الهوان به تحشم والنور جاء به محمد والحق بين إن تكلم أعلى السماء سما محمد جبريل قال له تقدم والجند حين وزاب محمد منهم ملائكة تسوم والدين أظهره محمد والكفر أبطله فهدم أعمال سيدنا محمد ستون جيم ميم معوم
صلى الإله على محمد وصحبه كلهم وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين، وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى، وصلى الله عليه وسلم. جعلنا الله وإياكم ممن يستوجب شفاعته ويرتجي به من الله رحمته ورأفته، والحمد لله رب العالمين. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين لنهجه القويم، اجعلنا من خيار أمته، اجعلنا من خيار أمتي، اجعلنا من خيار أمتي، واسترنا بذيل حرمتي، واحشرنا غدا يا الله، واحشرنا غدا يا الله، واحشرنا غدا يا الله في زمرته، واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته، وحينا مستمسكين بطاعته ومحبته، وأمتنا يا الله، وأمتنا يا الله، وأمتنا يا الله على سنته وجماعته. اللهم يا الله أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها، وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها، وارحمنا به يوم يستشفيه بالخلائق فترحمها. اللهم يا الله إنا قد حضرنا وقرأنا مولد نبيك الكريم، فافد علينا ببركته لباس العز والتكريم، واسكننا بجواره في دار النعيم، ونعمنا في الجنة بالنعيم المقيم.
اللهم يا الله إنا نسألك بجاه النبي المصطفى وآله أهل الصدق والوفاء أن كن لنا معينا ومصعفا وبوئنا من الجنة غرفا وارزقنا يا الله وارزقنا يا الله وارزقنا يا الله بجاهه عندك قبولا وعزيزا شرفا. اللهم يا الله إنا نتوسل إليك بنبيك المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار السادة الأبرار أن كفر عنا الذنوب والأوزار واحرسنا من جميع المخاوف والأقطار واجمع بيننا يا الله واجمع بيننا يا الله واجمع بيننا يا الله وبينه في دار القرار وتقبل منا ما قدمناه من يسير أعمالنا في الإعلان والإصرار وارحمنا برحمتك وارحمنا برحمتك وارحمنا واغفر لنا بمغفرتك واغفر لنا بمغفرتك واغفر لنا بمغفرتك إنك أنت العفو الغفار الرحيم الستار الكريم الجبار الواحد القهار. اللهم يا الله لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا مرضا إلا شفيت يا الله ولا دينا ولا دينا ولا دينا يا الله يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا محل المشكلات إلا أديته ولا غائبا إلا رددته ولا سائلا إلا أجبته ولا طفلا يا الله ولا طفلا يا الله ولا طفلا يا الله أو ولدا إلا ربيته وأصلحته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. إلهي يا كريم اغفر ذنوبنا بجاه المصطفى فرج علينا إلهي تمم النعم علينا ووفقنا لشكرك ما بقينا أذقنا برد عفوك يا إلهي وهون كل مطلوب علينا ف
فإنا لنعول في مهم ألم بنا ولا ما قد لقينا. على أحد ولا سبب ولكن إذا ضقت فكنت لنا غمينا. وصل على رسولك كل حين محمد النبي الزاكي الأمينا. كذا آل وأصحاب كرام والتباع لهم والصالحين. يا الله يا الله ارحم المؤمنين صلى الله رب. الله يا الله يا الله يا الله ارحم المؤمنين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.